براسها وبالبرنامج ديالها الساكنة ديال تاونات الجهة عموما والساكنة تاونات خصوصا، وتواصل معكم وتعرف التوقعات ديالكم والتطلعات اللي كتنتظروا منها، باش هي اكدت على انها مع المرأة التوناتية خصوصا وبغية تساهم في النهوض بالمرأة القروية، وهذا الشيء علاش راها معنا. شكرا للجميع، شكرا لهذا الحضور الجميل، نساء شباب رجال. انا جيت مسروره بتواجدي هذا النهار معكم، فعلا جيت من فاس، وكنتنا عاد قبيله درنا حمله في عين عيشه في السوق، وسريت بداك الناس بارك الله ما شاء الله عليكم. وجيت لهنا للتونات وشفت هذه الوجوه الجميله وانا جيت مسروره. وكما تتعرفوا احنا البام الحمد لله حزب قوي، وسورتو عندكم في تونات. الاستاذه فدوى غنيه عن التعريف هنا معكم، يعني مع النساء بهذه المنظمه هذه وبالاعمال ديالها الجمعويه والانشطه ديالها، بيان سور تتحاول انها ترافق المراه وتساند المراه. يعني ما نقولوش الى اي حاجه اتصلت بيا الاستاذه واي حاجه قدينا نديروها راه غادي نديروها مجموعين ان شاء الله باذن الله تعالى. جايين باش نخدموا، لهذا غير واحد الميساج واحد الرساله قصيره زعما تندعو جميع الناس، لا اللي حاضرين لا اللي غايبين، المغاربه كاملين، لا اللي متعاطين مع الجرار ولا حزب واحد اخر، المهم انهم يصوتوا. هذا إلهام ساقي، جيت من فاس اليوم من أجل أنني نتواصل مع الساكنة ديال إقليم تاونات باستضافة الأستاذة فدوى داخل منظمة نساء حزب الأسرة والمعاصرة بإقليم تاونات. أنا المرشحة باللائحة الجهوية لمجلس النواب الانتخابات الشرعية. جئنا اليوم كما ذكرت في إطار لقاء التواصل التي أقوم بها شخصيا بعدد من أقاليم الجهة، نظرا لأني أمثل اللائحة الجهوية بمجلس النواب، وكنتمنى إن شاء الله أن حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات القادمة بإذن الله تعالى.